عرفت من عم حسن شوية مزايا عن البوليمر. مساء الخير، ممكن مصاصة؟ وده ايه ده؟ ان شاء الله ايه؟ جنيه عادي، ايه المشكلة؟ جنيه عادي؟ وانت جايبه منين ده؟ من بنك الحظ؟ بنك حظ ايه؟ وانا جاي اهزر معاك، انا عايز مصاصة بجنيه. في ايه؟ جنيه في ايدك يا ابني؟ ما سمعتش عن البوليمر؟ بوليمر؟ اه بوليمر، فلوس بوليمر بلاستيك. ده مين؟ في ايه؟ في ايه؟ انت مش عايش؟ كل الفلوس بقت بوليمر بلاستيك. وده غيروه امتى؟ دي دلوقتي تلعب بيها في بنك الحظ. وكماله ده يعني؟ في ايه؟ ولا حاجة، ملوش لازم. وده جيب بيه ايه دلوقتي؟ جيب بيه عربية ولا فيلا ولا موبايل؟ ولا اقول لك اصرفه في عرق العافية؟ هروح أقابله وأشرب ميته. وأنا قاعد مخنوق، كان نفسي في مصاصة، رحت رايح للحصالة وخدت منها جنيه، ونزلت لسعادة البيه عم حسن صاحب الكشك، معلش لازم أحترمه، وقلت له عايز مصاصة بالجنيه يا عم حسن. قال لي روح بيه بنك الحظ اصرفه هناك. ما فهمتش في الأول يعني إيه بنك الحظ وممكن أصرفه فين هناك، فسألته ايه المشكله؟ مش ده الجنيه العادي بتاعنا؟ زيه زي اي جنيه بستعمله. قال لي حبيبي ما سمعتش عن الفلوس البلاستيك البوليمر، وكان اول مره اسمع عن البوليمر. قال لي انه بعد كده في الشغل هيقبضونا فلوس بلاستيك. قلت ياه، هشتغل طول الشهر في الشغل واقبض بلاستيك؟ قال لي اه ده احسن. عرفت من عم حسن شويه مزايا كتير قوي عن البوليمر. اولا ان البوليمر مدة صلاحيته من 4 لـ6 سنين، على النقيض تماما الفلوس الورق مدة صلاحيتها ما بتزيدش بأي صورة من الصور مهما حافظنا عليها عن 2. البوليمر ممكن يتني زيها زي الفلوس العادية، بس لو اتنت مش هتتكسر زي الفلوس العادية. البوليمر مهما حاولت فيه مش هيتقطع، لكن الفلوس العادية بتتقطع. البوليمر لو اتغسلت في جيب البنطلون زي ما بيحصل عادي مش هيجرى لها حاجة، لو نسيت في مرة الجنيه بيتنشر زيه زي الغسيل. البوليمر مش هتتأثر بالرطوبة، البوليمر هتفضل شكلها نظيف نظيف، ممكن تبقى أنظف مننا احنا شخصيا، نظيفة على عكس الفلوس الورق اللي مجرد ما بتلمسها بتبقى طينة. البوليمر مهما عملت مش هتعرف تزورها لأنها مجسمة، حاجة كده 3D. أما الفلوس الورق فيها ملبسنا فيها، هيتعمل منها في الأول فئات 10 والـ20. البوليمر في حوالي 30 دولة بتستخدمها. مصر قررت تستخدم البوليمر عشان تحافظ على فلوسها واقتصادها. من ضمن الدول اللي بتستخدم البوليمر من سنة 1988 أستراليا، كندا، فيتنام، نيوزيلندا، والكويت. طبعا كلنا عارفين ان الشعب المصري بطبيعة الحال بيحب يحافظ على حاجته، يعني عمرنا ابدا ما بنشوف جنيه متقطع، 5 جنيه ملزوقة، 10 جنيه طاير منها الرقم، الكلام ده ما بنشوفوش خالص. عشان كده الشعب ده عمره ما كان مستهلك، عمره ما كان بيقطع الفلوس، الجنيه بيخرج من جيبه كأنه جديد، مفهوش قلم جاف مكتوب عليه، مش متداس عليه، الجنيه طول عمره متحافظ عليه. بس النهاردة هنحافظ عليه اكتر لما يبقى بوليمر. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فولو، عشان ده بيشجعني جدا. اشوفكم على خير الفيديوهات الجايه.